يلا نبتدي اخبارنا مع اخبار المنتخب وكابتن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي وقائد منتخب مصر. القائد اتكلم مع زمايله في غرفه الملابس بعد الانتهاء من مواجهه الفراعنه قدام السنغال وقال فخور باللعب مع الجيل ده ومع الاجيال السابقه كمان، وان الهزيمه من السنغال بضربات الجزاء للمره الثانيه مش بايديهم، وفي حين التواجد معاكم او عدم التواجد فانا فخور باللعب مع الجيل ده بالكامل. انا قلت لهم امبارح الكلام ده وبقوله قدام حضرتك، انا قلت لهم ان انا فخور ان انا لعبت معاك، ودايما دول من اجل الناس اللي انا لعبت معاهم. قلت لهم انا حتى لحقت الجيل القديم شويه مع كابتن وائل وكابتن افريكا، وبعدين لعبت مع عبد الله والناس دي، بس الحقيقه الناس دي رجاله جدا. وانا بقول لكم تاني يا جماعه انا فخور ان انا لعبت معاكم، وكان شرف ليا. اللي حصل ده ما فيش حد يقدر يتدخل فيه لانها ضربات جزاء يعني ثاني مره. ف مفيش حاجات كتير اقولها، بس انا كان ليا شرف انا لعبت معاك سواء انا موجود او مش موجود. لا حد موجود. الصحف الإنجليزية اللي صدرت امبارح اتكلمت عن ظروف مباراة مصر والسنغال، وركزت الصحف على ان اللي اتعرض ليه محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي وهو بيسدد ضربته الترجيحية الضايعة في الوقت اللي اتركزت عليه أشعة الليزر. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فتح ملف التجاوزات اللي حصلت في مباراة السنغال ضد مصر في لقاء العودة في دور الفاصل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي قال الفيفا بصدد تحليل التقارير الرسمية الخاصة بمباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم عشان نقدر نحدد العقوبات. خلينا بقى نتكلم محليا، وفريق نادي الزمالك اللي هيتدرب النهارده الساعة 4 العصر على استاد القاهرة الدولي عشان يستعد لمواجهة ساجرادا الأنجولي، والمدير الفني للفريق البرتغالي فيريرا هيقوم بمؤتمر صحفي الساعة 5 عشان يتكلم عن لقاء الفريق قدام الفريق الأنجولي. وام بي اتعادل مع غزل المحله سلبيا في المباراه اللي جمعتهم امبارح في اطار استعدادات الفريق البترولي لاستكمال منافسات الدوري العام بعد ما خلصت فتره التوقف الدولي. بيسعى حلمي طولان المدير الفني لفريق ام بي لتجهيز لاعبته وعلاج الاخطاء الفنيه اللي وقعوا فيها خلال الفتره اللي فاتت. خاض فريق المصري تدريباته الأخيرة امبارح على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب عشان يستعد لمباراته في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واللي هتجمعه بفريق مازيمبي الكونغولي، واللي هتتلعب الساعة 3 العصر يوم الأحد الجاي على استاد مازيمبي. ومنتخب نيوزيلندا الملحق العالمي لكأس العالم قطر 2022 اتأهل وحيواجه المنتخب رابع تصفيات الكونكاكاف للتأهل مباشرة لكأس العالم، وده بعد الفوز على منتخب جزر سالمون بنتيجة 5-0 امبارح. والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني فاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر مارس وقدر يتفوق على كل زمايله في المارينجي، ونشر الحساب الرسمي لفريق الريال تغريدة له على تويتر أكد فيها فوز كريم بجائزة لاعب الشهر. احنا كده اخبارنا الرياضيه خلصت، خلينا نرجع ليها هدير والاحمد نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير. اتفضلي احمد واتفضلي هدير. شكرا ليك. شكرا ليك.